ما مر علينا في الحلقة 41 بعد 100 وفي الحلقة 42 بعد 100، يعني في الحلقتين الماضيتين حينما بدأت معكم في ذكر ما جاء من مقارنة الله نفسه مع خالقين عظام، مع رازقين عظام، إلى بقية التفاصيل. السؤال هنا، هل كان الله محتاجا أن يقارن نفسه مع خالقين من خلقه حتى لو كانوا عظاما؟ فهل أن الله يحتاج إلى هذه المقارنة فيصف نفسه بأنه أحسن الخالقين في قرآنه، بأنه خير الرازقين، بأنه أرحم الراحمين، بأنه خير الراحمين، بأنه خير الغافرين، بأنه خير الحاكمين، إلى بقية ما جاء مذكورا في كتابه الكريم، وبعد ذلك ما جاء على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله في دعاء الجوشن الكبير على سبيل المثال، حيث وصلت تلك الأسماء الشريفة التي تشتمل على معنى المقارنة هذه إلى 75 اسما، وقد تلوت كل ذلك عليكم في الحلقة الماضية، إلى بقية التفاصيل، إلى أن وصلنا إلى ما جاء في دعاء إدريس النبي: يا إله الآلهة. والأدعية التي ما أشرت إليها هي أكثر بكثير من الأمثلة التي جئت بها أنموذجا لتوضيح الفكرة التي أتحدث عنها. وإلا فالأدعية التي تشتمل على نفس هذه المضامين كثيرة وكثيرة 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 جدا. هل أن الله سبحانه وتعالى يحتاج لبيان فضله أن يقارن نفسه بمخلوقات خلقها حتى لو كانت عظيمة فيصف نفسه بأنه أحسن الخالقين؟ القضية لا ترتبط بذاته سبحانه وتعالى، ولا ترتبط بهؤلاء الخالقين العظام من خلقه، وبهؤلاء الرازقين العظام من خلقه. القضية ترتبط بي وبكم، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنه بلسان عربي لأجل أن نتدبر فيه. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون.
إذن المقصود أنا وأنتم، المقصود الإنسان الذي يتحدث القرآن في برنامج لبناء كينونته بنحو رباني صحيح. فكل الذي في القرآن هو لي ولكم، ولذا جاء القرآن بهذا اللسان، بلساني إياك أعني واسمعي يا جارة. قطعا أنا أحدثكم عن أفق من آفاق القرآن التي نستطيع أن نتعامل معها عبر بيانات المعصوم، عبر تفسيره وتأويله كما بايعنا في بيعة الغدير. إنني أتحدث في هذا الاتجاه. إذن أنا المقصود وأنتم المقصودون. خلاصة القول، زبدة القول، إنه سبحانه وتعالى يقول لنا: أنا أحسن الخالقين، وهؤلاء خالقون عظام، أنا الذي خلقتهم، وأنا الذي عظمت شأنهم، وأنا أقارن نفسي بهم، فأنا أحسن الخالقين، وهؤلاء خالقون عظام، إنهم أجمل ما خلقت، إنهم أكمل ما خلقت، لكن أين يكونون حينما أقايس نفسي بهم؟ فأنا أحسن الخالقين، وهؤلاء خالقون عظام، أما أنتم والخطاب لي ولكم، أما أنتم فأنتم مخلوقون، فلا تقايسوا أنفسكم بهم، ولا تقايسوهم بي. نعم أنا قارنت نفسي بهم، لكن لا تخرجوهم من مقاماتهم، مقامهم واضح، فإمامكم الحجة ابن الحسن بيّن لكم ذلك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، لا تخرجوهم من مقاماتهم، احفظوا لهم مقاماتهم واحفظوا لي مقامي، قطعا بحسب معرفتنا، بحسب عقولنا. فهذا هو الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يقوله لنا، وإلا فهل هو محتاج أن يقارن نفسه بمخلوقات خلقها؟ حتى لو كانوا خالقين عظام، لو كانوا رازقين عظام، لو كانوا راحمين عظام، لو كانوا غافرين عظام، لو كانوا حاكمين عظام، لو كانوا آلهة عظام. مرت علينا الآيات والروايات والأدعية في إطلاق لفظ الله وفي إطلاق لفظ الإله عليهم، ولكن بحسبهم، من حيث هم لا من حيث هو سبحانه وتعالى. عليكم أن تدققوا النظر وأن تتدبروا بحكمة وروية في التفاصيل التي تقدم ذكرها، وأن تصطبروا علي حتى أكمل حديثي، فإنني ما أكملت حديثي
إلى هذه اللحظة فيما يرتبط بعقيدة التوحيد. لا زال الحديث متواصلا، إذا توقفتم عند نقطة وقلتم من أن التوحيد هو هذا، هذا توحيد أبتر. عليكم أن تطلعوا على كل التفاصيل، مع أنني أعرضها بين أيديكم بنحو موجز ومختصر ومختصر جدا، لكنني سأختصر المطالب بطريقة فنية فائقة. لن يكون هذا الاختصار مخلا، لأنني أرسم لكم خارطة، فلا بد أن تكون الحدود واضحة ومشخصة جدا ومميزة جدا في هذه الخارطة العقائدية السليمة. على أي حال، فإن الله سبحانه وتعالى حين يصف نفسه بأنه أحسن الخالقين، بأنه خير الرازقين، يقول لي ولكم أنا خير الرازقين وأولئك رازقون عظام، أنا الذي أوجدتهم، أنا الذي خلقتهم، أنا الذي رزقتهم، وأنا الذي عظمتهم، وأنا الذي قربتهم إلي، وأنا الذي جعلتهم أولياء النعم لكم ولغيركم. فأنا رازق وأنا خير الرازقين، وهؤلاء رازقون عظام، وأنتم، أنتم، أنا وأنتم، وأنتم مرزوقون فلا تقتربوا من فنائهم. الحكاية حكاية أبينا آدم حينما نهاه الله أن يقترب من الشجرة، إنها الشجرة التي تشير إلى فناء محمد وآل محمد، لا أقول تشير إلى محمد وآل محمد حتى وإن صح هذا التعبير، لكنني إذا أردت أن أكون دقيقا فإنني أقول من أن الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى أبانا آدم وأمنا حواء أن يقتربا منها هي رمز يشير إلى أفنية الطهر، إنها أفنية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلما اقترب أبونا آدم كان الذي كان. الحكاية مفصلة لست واردا في تفاصيلها، فإنه سبحانه وتعالى يقول للإنسان الذي أنا مصداق من مصادقه وأنتم كذلك، يقول لنا، يقول لبني آدم أنا أحسن الخالقين، وهؤلاء الحقيقة المحمدية ومظاهرها الكاملة محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم، هؤلاء خالقون عظام رازقون عظام، وأنتم، أنتم، أنتم مخلوقون، أنتم، أنتم مرزوقون. سيأتينا حينما نتحدث عن علة العبادة سيأتينا الحديث، لكنني أقول بالإجمال لتطهير نفوسنا من التكبر، من الكبر، من الكبر في فناء محمد وآل محمد. تلك هي علة العبادة والحكمة منها، وسيأتينا الكلام. وإذا أردتم
أن تعودوا إلى تفصيل القول فعودوا إلى مجموعة حلقات معنى الصلاة، وهي جزء من برنامج طويل عنوانه الكتاب الناطق. مجموعة من الحلقات يأتي فيها القول مفصلا في معنى الصلاة، في معاني صلاتنا الواجبة التي نؤديها. على أي حال، فعلة العبادة أن نطهر عقولنا وقلوبنا ووجداننا ومكنون ضمائرنا من الكبر، مثلما قالت الزهراء الصديقة الكبرى في خطبتها الشريفة، من أن الله جعل الصلاة لأي شيء ولأية حكمة تنزيها لكم عن الكبر، إنه الكبر في فناء محمد وآل محمد. وتأتون بعد ذلك إلى مجموعة من الجهال والمعتوهين، ممن لا يدركون عقائدهم بشكل صحيح، تعدونهم نوابا لهم وتقايسون فيما بينهم وبين محمد وآل محمد. أية خيبة أنتم فيها، أنتم الذين تقولون نحن شيعة، أية خيبة وأي فشل وأي ضلال هذا؟ سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم كي يقول لنا: أنا أحسن الخالقين، وهؤلاء الخالقون العظام، وأنتم المخلوقون. أنا خير الرازقين، وهؤلاء الرازقون العظام، وأنتم المرزوقون. أنا أرحم الراحمين، وهؤلاء الراحمون العظام، وأنتم المرحومون. لا تقتربوا من أفنيتهم. رحم الله امرئا عارف قدر نفسه، ورحم الله امرئا عارف من أين وإلى أين. هو سبحانه وتعالى يقول لنا: أنا خير الغافرين، وهؤلاء هم الغافرون العظام. إذا كنتم تبحثون عن مغفرة فمن هناك جئوني، هناك وضعت المغفرة لكم. إذا كنتم تطلبون رحمتي، هناك وضعت الرحمة لكم. أنا أرحم الراحمين، أنا خير الراحمين، لكنني نظمت هذا الوجود، فما خلقت هؤلاء الراحمين العظام إلا أن تعودوا إليهم، وما خلقت هؤلاء الرازقين العظام إلا أن تعودوا في أرزاقكم إليهم. كل شيء بيدهم، إنها الحقيقة المحمدية العظمى، خلقها بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة، هي من دون سبب، سببها نفسها، أما الأشياء فإنها قد خلقت بأسباب مسببة وبأسباب ليست مسببة. هكذا كانت بدايتنا، فأول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة عبر سلاسل العلل وسلاسل الفيض، من مصادر الفيض، من الأسماء الحسنى الفاعلة التي تجلت من مشارق الحقيقة المحمدية. ومر هذا الكلام كله علينا،
والحديث يتواصل في نفس الاتجاه ولكن من حيثية أخرى تتناسب مع الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية. من جملة الأسماء التي قرأتها عليكم في هذا السياق في دعاء الجوشن الكبير ونحن نخاطبه سبحانه وتعالى يا أطهر الطاهرين، إنه يقول لنا أنا أطهر الطاهرين، وهؤلاء هم الطاهرون العظام الذين طهرتهم. هؤلاء لا يمكن أن تقترب النجاسة منهم، فأنا الذي طهرتهم. الأغبياء والثلان في النجف يتحدثون عن نجاسة دم المعصوم، فهل من المنطقي أن الله سبحانه وتعالى يقارن ويقايس نفسه بمخلوقات طاهرة تشتمل في جهة من جهاتها على نجاسة؟ ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء الأغبياء والثولان والضلال والحقراء، هؤلاء الأوباش من مراجع حوزة الطوسي، يتحدثون عن نبيكم وعن أئمتكم من أنهم يحملون دماء نجسة. هل تعتقدون هذا في إمام زمانكم من أنه يحمل دماء نجسة؟ قبح الله عقولهم وأخزى الله وجوههم في الدنيا والآخرة على هذه العقائد الضالة. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه أطهر الطاهرين ويقارن طهارته بطهارتهم، وهؤلاء الثولان الجهال الحقراء الأغبياء، هؤلاء يقولون من أن دماء محمد وآل محمد نجسة. ماذا تقولون أنتم؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنا هنا على لسان رسوله، إنه دعاء الجوشن الكبير، أنا أطهر الطاهرين وهؤلاء الطاهرون العظام، أما أنتم لستم بطاهرين، إذا أردتم أن تكونوا طاهرين فارتبطوا بهم. فنحن طهارتنا عرضية يشترط بقاؤها ببقاء الإيمان، فإذا زال الإيمان زالت هذه الطهارة. التفتوا إلى أن الإيمان مقيد بالعقيدة السليمة، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. التفتوا إلى أن الإيمان مقيد بالعقيدة السليمة، أما أن الطهارة ترتبط بالإسلام الظاهر في زمان التقية فهذا أمر استثنائي بشروط التقية وتفاصيلها الفقهية، ولا أريد أن أخوض في هذه المطالب. حديثي عن طهارة المؤمنين هي طهارة عرضية مشترطة ببقاء الإيمان، إذا سلب الإيمان فليس هناك من طهارة للمؤمنين، بينما هم صلوات الله عليهم طهارتهم طهارة ذاتية. من هنا فإن الله سبحانه وتعالى يقارن طهارته بطهارتهم.
وبعد ذلك يأتي مراجعكم من السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر والذين سبقوهم والأحياء الموجودون وحتى الذين هم في قم يتحدثون عن نجاسة دمائهم صلوات الله عليهم. أي غباء هذا وأي ضلال؟ هذا الذي لا يعرف إمامه هل يستطيع أن يعرف حقائق الرواة كي يضعف لنا الأسانيد؟ هو هذا الأثول المرجع الذي لا يعرف حقيقة إمامه يستطيع أن يعرف حقائق الرواة من دون معطيات، بينما عنده الآلاف والآلاف من المعطيات بخصوص فضل إمامه وحقيقة إمامه وطهارة إمامه، وهو لا يستطيع أن يصل إلى هذه النتيجة السليمة. هل يستطيع أن يعرف حقائق الرواة الذين لا يملك عنهم أي معطيات؟ منهج شيطاني، بهذا المنهج الشيطاني دمروا أنفسهم هؤلاء المراجع، ودمروا عقيدة أجدادنا وآبائنا، ودمرونا وأنتم تركضون وراءهم. إلى متى هذا الغباء؟ إلى متى هذا الغباء؟ هؤلاء لا يعرفون أئمتهم مع وجود الآلاف والآلاف من المعطيات ما بين الآيات والأحاديث، آلاف آلاف مؤلفة من المعطيات، عشرات الآلاف من المعطيات، ولا يستطيعون أن يشخصوا شؤون أئمتهم فيصدرون الفتاوى من طيح الله حظهم وسخم الله وجوههم، يصدرون الفتاوى على أن دماء المعصومين نجسة. هم عقولهم نجسة، وجوههم نجسة، قلوبهم نجسة، هم أنجاس. فالوعاء ينضح بما فيه، هذه النجاسة هي من نجاستهم. المعصومون أطهار مطهرون، هؤلاء هم أنجاس، هؤلاء هم قمامة، فيصدرون لنا هذه الفتاوى القمامة. لا جمع الله بيننا وبينهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أعوذ بالله تعالى من وجوههم ومن عقولهم ومن عقائدهم. ألا لعنة على عقائدهم، ألا لعنة على منهجهم. دمرونا، أبعدونا عن أئمتنا، أبعدونا عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله يقارن طهارته بطهارة محمد وآل محمد، وهؤلاء يقارنون بين نجاستهم وقذارتهم، ويقارنون بأنفسهم مع محمد وآل محمد، فيقيسون محمدا وآل محمد على ذواتهم القذرة، على ذواتهم القبيحة النجسة. نحن طهارتنا عرضية تتحقق حينما نبايع عليا بيعة الغدير، بيعة حقيقية لا أن ننقضها. هذا هو الواقع، هذا هو منطق فقه العترة الطاهرة. قد تكون الأحكام جارية مجرى التقية، فأنا لست بصدد التفصيل في كل المطالب، لكنني أتحدث هنا عن مر الحقيقة. مر الحقيقة هو هذا، فإن الطهارة مقيدة بالإيمان، والإيمان يعني الوفاء ببيعة الغدير، فحينما ننقضها نقضنا الإيمان، فإذا ما نقض الإيمان نقضت الطهارة. هذا هو الواقع. عودوا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم، هي هذه النتيجة ولا يوجد شيء آخر. نعم، نحن نجري في زمان التقية
بطريقة أخرى، وزمان الغيبة الكبرى تجري فيه أحكام التقية بحيثية من الحيثيات وباتجاه من الاتجاهات. وأنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع في هذا البرنامج، لكن الكلام جر الكلام فوصلت إلى هذه النقطة، وإلا فإن الحديث في هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل مفصل. خلاصة القول، يقارن سبحانه وتعالى على لسان نبيه الأعظم في دعاء الجوشن الكبير، يقارن طهارته بطهارتهم، فيقول لنا: أنا أطهر الطاهرين وهؤلاء هم الطاهرون العظام، وأنتم لستم طاهرين، أنتم يمكن أن تكونوا طاهرين إذا اتصلتم بهم، إذا أخذتم من طهارتهم. بعبارة أخرى، إذا أرادوا أن يطهروكم فإنكم ستصبحون طاهرين. بالضبط، إذا أرادوا أن يرزقوكم فإنكم ستصبحون مرزوقين، وإلا إذا سدوا الأبواب فما أنتم بمرزوقين. فأنا خير الرازقين وهم الرازقون العظام الذين بسببهم تصل الأرزاق إليكم. نحن نقرأ عن سلمان وأبي ذار من أننا نرزق بهم ونمطر بهم، قطعا هذا في السلاسل الفرعية في الرازقية والرزق، في فنائهم، في فناء نعمهم الظاهرة والباطنة. الموضوع مفصل ومفصل جدا، أنا أردت أن أضع هذه الزبدة، هذه الخلاصة بين أيديكم. فحينما يصف الله سبحانه وتعالى نفسه في قرآنه بأحسن الخالقين، بخير الرازقين، بأرحم الراحمين، بخير الراحمين، بخير الغافرين، إلى بقية ما وصف نفسه به في قرآنه وما جاء على لسان محمد وآل محمد من وصف له سبحانه وتعالى. ونحن من البداية اتفقنا على أننا لا نستطيع أن نصف الله، وإنما نصفه بما وصفه المعصوم. هذا الحديث تم في الشأن الأول الذي كان عنوانه التأسيس. سبحانه وتعالى يقول لنا: أنا أحسن الخالقين وهؤلاء الحقيقة المحمدية بتجلياتها العالية في محمد وآل محمد، هؤلاء هم الخالقون العظام، هؤلاء هم الرازقون العظام، وأنتم مخلوقون. بالضبط، كلمة إمام زماننا في الرسالة التي بعث بها إلى الشيعة وهو يحدثهم عن إمامته، هكذا بالضبط كتب إلينا: ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا. ونحن صنائع ربنا، الرازقية التي عندنا منه، والخلق بعد صنائعنا، أنتم مرزوقون بالرازقية التي عندنا والتي هي منه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يريد الله أن يقوله لنا في قرآنه: أنا أحسن الخالقين وهؤلاء خالقون عظام وأنتم مخلوقون، أنا خير الرازقين وهؤلاء رازقون عظام وأنتم مرزوقون، أنا أطهر الطاهرين وهؤلاء طاهرون عظام وأنتم لستم مطهرين، أنتم تكونون طاهرين
إذا ارتبطتم بهم، إذا أرادوا أن يطهروكم، إذا أرادوا أن يرزقوكم. والتفاصيل البقية كلها تجري على هذا النسق. نذهب إلى فاصل.